إذا كشفت منظمة يونيكود عن إصدار جديد من الرموز التعبيرية أو الإيموجي أظهرت اهتماما خاصا بذوي الإعاقة. ويظهر الإصدار الجديد إمكانية التحكم في لون البشرة لمزيد من الرموز، كما أدرجت المنظمة رموز الكراسي المتحركة العادية والآلية، بالإضافة إلى عصا الأعمى والحركة التي تدل على عدم السمع، وكذلك رمز كلاب المرافقة والمساعدة على معرفة الطريق، ورموز خاصة بالأطراف الصناعية. وكذلك من الرموز الجديدة أيضا الساري الهندي وملابس السباحة والفلافل والطعمية وغيرها من الرموز الجميلة. قعدت نسنى فيك تقول أنه في رموز للفلافل والوفل والشوكولا. موجودة. كلهم تم إضافة. البصل والثوم ربما اللي ربات البيوت. الكثير مبسوطين لأن الطعمية والفلافل أصبحت موجودة على الإيموجي. صح وهنا.